ايه شو اللي الشنطه تتصاحب انت عملتي ايه هو التشفاي عندي كل حد 50 شيل عندي 9 مني خليه ليش رايك بداية المنتجات اطلع اول كل غير ما عنديش اي موارد ولا ايه صفر ايام وصفر ايام انت بيجي كاكس والله مش انت اللي بتحبيها اللي تضربيها طيب حمار انت انت عايز تضحك اه شكرا شكرا تفضلي تفضلي عزومة عزومة علي عزومة تعال يا جدعان عندي عزومة عندي عزومة شيلد عندي عزومة شيلد الله حي الله حي تفضل تفضل مني تفضل تفضل مني زيادة تفضل 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 تعال يا مخ ها مني زيادة تعال انت عادي بس اعرف منك عادي بس اعرف منك شيء انت كيف تقصر الصوت انا ما اعرف يا حق الاغنية يا عمي من شير فاكتوري ما اقول لك على الترجمة من شير فاكتوري لا ما يتقصر الصوت مستحيل خلاص وطي الصوت شو سوي ما اعرف اوطي الصوت انا على طول ما اشتغل عليه حركة دي من انا نزل فيديو في اليوتيوب على القناة عندي اسوي خاص عشان ما ينتشر في العام اروح اسوي مشاركة على الفيديو اكيد راح يتغير عشان انسخة على طول اروح لادارة ملفات وانزل فيديو على طول اليوتيوب اروح عاد اشتغل في واحد ضدي سكوادين وواحد دايم طيب شغل في حد معاه زيادة
زيادة من غش. أنا اللي عطلت منه. سبعة يعني ثلاثة ثلاثة أو اثنين في الحديد بس. تعلقت